أعزائنا المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في قناة البابطين الثقافية. في هذا البرنامج الثقافي ننقل لكم أحاسيس شفافة على شكل أعمال إبداعية من خلال برنامجكم الريشة أنثى. موجهة فنية في وزارة التربية ومنتدبة في كلية التربية الأساسية، بكالوريوس تخرجت من المعهد العالي للفنون الموسيقية، تخصص التأليف الشرقي. تم اختياري من الموسيقار أحمد باقر للتخصص في التأليف الشرقي، وهذا الشيء كان يسعدني أني أنا يعني أصبح مؤلفة وملحنة. كانت مدة الدراسة عندنا لثمان سنوات، أربع سنوات الأولى مواد موسيقية، عزفت على آلة الكمان والقانون والبيانو. عقب ما رحت الجامعة اللي هو العالي، احنا نقول عنه العالي، تخصص بالتأليف وأعزف على آلة العود. طبعا أنا من ما وعيت على الدنيا وأنا أحب الموسيقى. أبوي دعمني وياب لي أكورديون وأنا صغيرة، وكنت أعزف عليه وأشترك بكل المسابقات الموسيقية من أولى روضة لرابعة متوسط، لأن عقب الرابعة متوسط إحنا بدينا، أنا دراستي بدأت مسيرتي في المعهد الموسيقى. ومن إنجازاتي في المعهد تم اختياري من الموسيقار من دكتور يوسف تم اختياري من الدكتور يوسف دوخي أقدم أغنيتين بمناسبة العيد الوطني في تلفزيون دولة الكويت، ومن غناء طلبة وطالبات المعهد. وهذا شيء همي يفرح قلبي أن أنا يتم اختياري أن أنا أشارك في هذه المناسبات الوطنية. الموسيقى موهبة، فالإنسان الموهوب حتى لو عدة سنوات ما عزف أو شيء يتم مثل ما تقولين ميموري فيه، لأن هذا من حبي أنا للموسيقى. وهم نفس الشيء أني أنا كنت أدرب عيالي وأنا معاهم، الحمد لله كل عيالي يعزفون، لأن أنا كنت فاقدة هالشيء، فأنا أعلم عيالي، ومنهم الحمد لله رب العالمين إن ولدي عبد الرحمن تخرج من كلية التربية الأساسية، وحاليا هو مدرس موسيقى وملحن وموزع وهم يغني. أنا رحت مؤتمر قبل سنتين بشهر خمسة، كان تكريم بابا صباح في جامعة الدول العربية في القاهرة، ولأول مرة ندخل آلة الموسيقى في جامعة الدول العربية في اليوم العالمي لتكريم المعلم، بحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظ الله الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، قدمت أغنية باسم بعنوان معلمنا الأول بحضور حضرة صاحب السمو، وهم كان يغنيها ولدي عبد الرحمن. شاركت على مستوى الدولة هم أغنية حق المرور. صراحة يعني ولدي ما شاء الله كله كان ماشي بمسيرتي، كل شيء يعني كل شيء أنا مثلا أني أنا بلحنة أو بكتبة أو هذا، عبد الرحمن كان معي على طول يغني. Thank you.
أعتقد اثنيناتهم، لأني أنا من مصغرة كنت أعلمه على آلة البيانو، يعني هو من الابتدائي، مو بس هو حتى أخوه، إخوانه كلهم من مرحلة ابتدائية كانوا يشاركون في الموسيقى. هم لحنت أغنية عن المرور، عن المرور بأسبوع المرور على مستوى مجلس التعاون الخليجي. صراحة أنا أكثر شيء يعني أنا أحب أتخصص فيه الأغاني الوطنية. إحنا عندنا بوزارة التربية، في عندنا خبرات رياض الأطفال، هذا يحتاجونها، هم أنا قمت بتلحينها في كلمات وألحان. أنا أدرس في الكلية صلفيج غربي وعود، لأن أنا قلت لك إني أنا تخصصت بالتأليف الشرقي، لازم أعزف العود، لازم أنا تكون آلة العود. القانون أول 4 سنوات عزفت على القانون وعزفت على الكمان شرقي وغربي الكمان. أنا أحب البيانو وايد وايد، يعني لما أعزف على البيانو إذا كنت أنا متضايقة تروح الضيقة مني. ألفت وايد، وأثناء وأنا معلمة وايد كنت أشارك، يعني ألف مشاركة مع الأقسام، مو شرط إنه يكون يعني شيء يخص قسم التربية الموسيقية، ممكن أنا مثلا شاركت مع علوم الأسرة بأغنية عن القرقيعان وكانت من كلمات الشاعر مبارك الحديبي. مهما كانت الموهبة، كل ما أنت تحاول إنك يعني تصعد وتاخذ معلومات أكثر وتكمل لازم، لأن الموسيقى عبارة عن بحر، لو مهما نتكلم عن الموسيقى ما نخلص. طموحي إني أنا أكمل دراستي الماجستير والدكتوراه لصقل موهبتي والارتقاء، وأيضا طموحي إني أنا يكون عندي مركز للموسيقى أنقل خبرتي حق المتعلمين، وأتمنى بعد إن عيالي هم يكونون معاي في نفس الوقت في هذا المركز. والله أنا أحب كل الموسيقيين، أي إنسان عنده الموهبة وعنده الموسيقى أحب كلهم، يعني ما عندي فرق بين شخص وآخر، لأن كل واحد له مدرسته. تأثرت بالموسيقى الشرقية من خلال تخصصي في المعهد التأليف الشرقي، وألحاني دائما لازم الطابع الشرقي يكون فيها. أتمنى أني أنا أكون في دار الأوبرا أعزف على آلة البيانو. هم أنا كنت عندي مشاركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ألفت أغنية من كلماتي وألحاني بعنوان زايد الخير. خارج الكويت اللي هو مؤتمر تكريم الأمير، بس أنا تأثرت بأغاني أم كلثوم لأن كانت موسيقى يعني وايد وايد أغانيها كانت حلوة، والمقامات فيها كان وايد يعني وايد فيها شغل،
فتأثرت وايد بموسيقى أم كلثوم. أنا كنت أحب وايد، كنت بتأثر بأغاني، كنت بتأثر بموسيقى وألحان أغاني أم كلثوم، كانت تحمل مقامات متعددة. تم اختياري من الموسيقار أحمد باقر بتخصص التأليف الشرقي، تخصصت بالتأليف الشرقي وتم اختياري من الموسيقار أحمد باقر، لأني أنا بالنسبة لموهبتي هذا التخصص يعني يتماشى معي، على أساس أني أنا أكتب وألحن، ودراستي كانت وايد فيها أفرع مثل التوزيع الأوركسترالي، الهارموني، تحليل غربي، تحليل شرقي، قواعد غربي، قواعد شرقي، كانت دراسة دسمة في هذا التخصص التأليف الشرقي. ومنها الحمد لله رب العالمين أني أنا أبدعت في هذا التخصص ولحنت على مستوى المعهد أغنيتين أجمل عيد وطير السعد، وكانت من غناء طلبة وطالبات المعهد. الموسيقار أحمد باقر هو اللي كان يدرسني مادة التأليف الشرقي، وكان اختبارنا يوم كامل، يعطونا مثلا شعر ويقولون معاكم من 8 الصبح إلى متى تخلص تسلم الأوراق، أوراق الأسئلة الإجابات. إنزين كان يدرسني الأستاذ أحمد باقر مادة التأليف الشرقي، وكان اختبارنا يوم كامل، يعطونا شعر وإحنا نلحن. طبعا إحنا كيفنا، المقام اللي إحنا نبيه، التحويلات اللي إحنا نبيها، إحنا المهم لازم إحنا نلحن، وأهم شيء إن النوتة، لأن هذه دراستنا التنويت. أنا بصدد طباعة كتاب تأسيسي للطفل ويخدم خبرات رياض الأطفال، وكلمات وهم راح يكون ألحان، وتطبع النوتة وتوضع مع الخبرات في هذا الكتاب. داخل الكتاب اللي هو خبرات التوعية للطفل، مثلا خبرة البر، خبرة المواصلات، إنه شلون يحط حزامه، يعني وايد يفيد حق الطفل. أنا متأثرة بالمؤلف شاعر الموسيقى شوبن. طول فترة دراستي 8 سنوات في المعهد العالي للفنون الموسيقية كنت أعزف حق المؤلف شوبن. أنا حاليا عندي أغنية حق العيد الوطني إن شاء الله من كلماتي وألحاني، وشغال عليها إن شاء الله بإذن الله تعرض في تلفزيون دولة الكويت. الريشة أنثى إذن تموج بألوان الحياة. إلى هنا نودعكم بانتظار لقاء جديد، والريشة أنثى.